هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو في قلب الرجل الأعظم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتابات بعض المستشرقين والمؤرخين والباحثين الفرنسيين لنرصد منها كيف نظروا وكيف تأملوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي استنتجوه منها. نحن توقفنا في الحلقة الماضية عند لحظة الهجرة وبداية تأسيس الدولة الإسلامية وذكرنا أن هناك تحديات عظيمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في يعني جمع هذا المجتمع وتوحيد أطيافه التي كانت منقسمة دينيا بين يهود ومشركين ومسلمين، منقسمة عرقيا بين العرب واليهود، منقسمة يعني اجتماعيا بين المهاجرين والأنصار، وكذلك هناك انقسام يعني قبل أن يأتي المدينة انقسام يعتبر سياسي واجتماعي وهو بين الأوس والخزرج. فكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك؟ الإجراءات الأربعة الأولى التي يعني اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم هي المسجد، بناء المسجد. والمسجد كان في ذلك الوقت هو مؤسسة الإسلام وليس مجرد مكان للعبادة. يعني المسجد في ذلك الوقت كان دار العبادة وكان الوسيلة الإعلامية المنبر وكان موضع الاجتماع السياسي، يعني دار الرئاسة إن صح التعبير، قصر الرئاسة. وكان يعني حتى مكانا للفقراء كان يكون فيه أهل الصفة الذين لا يجدون مأوى ولا طعاما، كان لهم مكان في المسجد. وأحيانا استخدمه النبي كسجن يعني يضع فيه بعض الأسرى. فالمسجد كان مؤسسة الإسلام، كان هو المؤسسة التي تشمل حياة المسلمين. وإنشاء السوق، وذلك لكي يعني يستثمر طاقة المكيين المهاجرين وأغلبهم كانوا من التجار، ولكي يحقق الاستقلال الاقتصادي للدولة الإسلامية التي كان اقتصادها، اقتصاد المدينة في ذلك الوقت كان حكرا على اليهود. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة، والتي يحب كثير من الناس أن يسمونها الدستور، الصحيفة صحيفة المدينة التي تنظم الحقوق والواجبات، والتي بها صار النبي صلى الله عليه وسلم هو زعيم المدينة وهو مرجعيتها القانونية بالمصطلح المعاصر، وحددت الواجبات والحقوق التي لأهل المدينة وطوائفها. والأمر الرابع والأخير وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بحيث يكون كل أنصاري متحملا لعبء واحد من المهاجرين إلى أن يتيسر أمره فيما بعد، فبذلك قضى على مشكلة اللاجئين بهذه المؤاخاة. ونستطيع أن يعني نسرد تفاصيل تطول في سرد هذه الخطوات الأربعة وعبقريتها وإنجازها، وتلتمس هذه في مظانها من كتب السيرة، هذه نتركها للقارئ. ولكن على منهج البرنامج الذي نتحدث فيه الآن، تعالوا نرى كيف رصد هؤلاء الفرنسيون هذه الخطوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ من جان بروا في كتابه محمد نابليون السماء، يقول: لبست يثرب بهجة الحياة الجديدة وإشراقات أضواء السماء وعلتها الزينة، فخلعت كل أثمال الجاهلية البالية، خلعت حتى اسمها القديم، ولبست ما حباها محمد من أسماء طيبة، المدينة، العاصمة. هنري مسي يتحدث عن إنجاز النبي صلى الله عليه وسلم، هنري مسي في كتابه الإسلام يتحدث قائلا: يجب أولا توحيد العناصر المختلفة الطباع والجنس لسكان المدينة هؤلاء، من عرب
يقطنون مواطن أجدادهم، ويهود ومهاجرين مكيين وأنصار مدنيين. وكانت القبيلتان المدينيتان الرئيستان الأوس والخزرج تفصلهما خصومة قديمة، وتظهر روح محمد السياسية الحية كروحه الدينية في وثيقة ثمينة، لأنها تعتبر أصلية، هي تنظيم الجماعة الإسلامية. وقد أعلن فيها أن المهاجرين والأنصار يشكلون من الآن فصاعدا جماعة واحدة، سيكون جزءا منها اليهود والوثنيون الذين يحتفظون بدينهم. إن في المدينة إذن كثيرا من العصبيات وكثيرا من المصالح المتضاربة، ولكنها شعب واحد مستعد للدفاع عن المدينة ونقل جميع المنازعات إلى أمام الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقصد يعني بالمنازعات هي أن سيدنا محمد صار المرجعية القانونية، صار يعني جهة التقاضي، جهة القضاء. وهذا طبقا لتنفيذ البند الذي يقول أن ما يكون بين أهل هذه الصحيفة من خلاف فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله. إريك يونس جوفروا، وهو مستشرق معاصر كما ذكرنا قبل ذلك، وله كتاب المستقبل الإسلامي الروحاني، مستشرق فرنسي معاصر لا يزال حيا، يقول في كتابه: كان ينبغي عليه تأسيس دولة مدينة تحمل مشروع الإسلام أو تطلع به. كان الهدف هو تشكيل دولة ثيوقراطية تعددية يكون الحكم الضامن فيها هو محمد نفسه. ينتج عن ذلك أن اعتراف الإسلام بالأديان الأخرى كان مرفقا بهيمنته الضمنية عليها فيما يخص الصعيد السياسي على الأقل، وهذا ما نستخلصه بعد قراءة الدستور الأول في الإسلام، أي صحيفة المدينة. طبعا هو قوله دولة ثيوقراطية يعني ترجمتها دولة دينية. طبعا نحن كمسلمين ليست لدينا حساسية من كلمة دولة دينية، يعني المفترض كلمة دولة دينية هذه يعني تثير الحساسية عند الغربيين، لأن دينهم أصلا ليس فيه تشريعات، ولأن دينهم حينما حكم أو أرادهم الظلمات وأدخلهم العصور الوسطى. بينما نحن كلمة دينية بالنسبة لنا لا تثير هذه الحساسيات. ولكن الصحيفة هنا يعني وهو الدستور كما يحب البعض أن يسميه، هو يجعل الهيمنة في النهاية للفكرة الإسلامية. يعني صحيح الديانات الأخرى لها حريتها في ممارسة العقائد والشعائر، وكذلك أهلها يتقاضون فيما بينهم طبقا لأديانهم، ولكن الصعيد السياسي، المرجعية، مرجعية الدولة الإسلامية، السياسة الإسلامية إنما هي منطلقة من الإسلام. كلود كاهن المستشرق الفرنسي والمؤرخ المعروف يقول: وفي المدينة برز النبي وكأنه زعيم دولة فتي، والصور التي نزلت عليه في المدينة كانت أكثر طولا وأكثر تركيزا على مشكلات الحياة الاجتماعية والدنيوية. طبعا هذا الفرق معروف بين الصور المكية والصور المدنية. الصور المكية أغلبها قصير لاهب لاذع، يتحدث عن مبادئ الإيمان، العقائد، الله، اليوم الآخر، البعث، النشور. بينما الصور المدنية تتناول آياتها أكثر طولا، أكثر تفصيلا، تتناول المشكلات الاجتماعية، الخمر والديون والنساء والزواج والطلاق ونحو هذه الأمور. فهنا كان القرآن المدني قرآنا لتنظيم مجتمع المسلمين أكثر من كونه، أو يعني زادت هذه المساحة فيه عن مساحة الدعوة إلى العقيدة التي كانت تسيطر على مساحة الصور المكية. يصف إيميل درمينغام استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أعجب الأنصار بكل ما في النبي، أعجبوا بنبله وبلطفه وبقوته التي لا تكاد تقاوم، وباحتماله ما أوجب هجرته إليهم من الشدائد، فاعتصموا به وهم الكرام الأخلياء أكثر من اعتصامه بحمايتهم له، واعتنقوا مقدما دينه وهو الطريد الذي غدا ضيفهم وسيدهم. طبعا هذا التأثير أنه أهل المدينة، ورغم أنهم هم الذين حموا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم هم الذين تعلقوا به وهم الذين قبلوه كسيد ونبي وزعيم، فهم اعتنقوا دينه قبل أن يعتنقوا أو قبل أن يخضعوا لزعامته السياسية. ألفونسو دي لامارتين يتحدث عن القوانين التي جاءت في هذه الصحيفة والتي نظمت مجتمع المدينة فيقول: كانت قوانين الأمن والعدل والمساواة والسلم التي سنها إثر إقامته بالمدينة شرعة نزيهة
بقدر ما كانت شرعة سياسية للتسامح والإنصاف. فذاك الذي طرد من بيته ما زال يذكر حينئذ ما لقي من اضطهاد وعنة في سبيل عقيدته، فكان يراعي ذلك التسامح بإنصاف وكياسة في الآخرين، وكان يسلك سلوك العادل ليكون قويا. ناصر الدين ديني يتحدث عن الأخوة، المؤاخاة التي سنها، التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فيعبر بهذه الفقرة الظريفة جدا، فيقول: ومن العبث أن نحاول التعبير بالألفاظ عن مقدار ما وصلت إليه من الإخلاص والسمو تلك الأخوة في الله، تلك الأخوة التي فاقت أخوة الدم لأنها دينية سماوية. فكل تلك القلوب التي تآخت في حب الله لم تعد إلا قلبا واحدا قويا يخفق في صدور عديدة. كان كل أخ يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه. وقد رأينا في أوائل أيام الهجرة أن الذين يموتون إنما يرثهم إخوانهم دون أهلهم وورثتهم من النسب. طبعا هنا يشير إلى أن المؤاخاة في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت مؤاخاة تفوق مؤاخاة النسب، يعني كان الأخ المهاجري أو الأنصاري يرثون من بعضهم ما لا يرثه الأخ من النسب، حتى أبطل الله تبارك وتعالى ذلك فيما بعد وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصارت أخوة الدين يعني تعلو أخوة النسب في يعني ليس في الحقوق المالية. هذه الصورة الجديدة، صورة الاجتماعية التي سادت في المدينة المنورة، يعبر عنها جان بروا في كتابه محمد نابليون السماء، فيقول: أصبح الاجتماع في يثرب وأرباضها والقبائل التي حولها اجتماعا إنسانيا رفيقا، وقضى على الأخذ بالثارات ونعرات الروح القبلية وتحاجز العواطف المتباينة، قضى على كل أسباب الفرقة والشتات، وحلت محلها السلطة التشريعية الحديثة والتنظيم الإلهي. فأصبح القوم وهم أخوة في الحقوق متساوون في الواجبات، لا فرق بين مسلم ومسلم في شيء ما. هذه المساواة يتوقف عندها أيضا ناصر الدين ديني، فيتحدث عنها قائلا: لقد حقق الإسلام نظرية المساواة هذه بين القبائل والشعوب، وهي النظرية التي لم تأتي أخيرا إلا على يد الثورة الفرنسية. وهذا بلال الحبشي أقامه الرسول مؤذنا للمسلمين، فكان العرب وهم من الشعوب التي تفخر بالأجداد والأنساب تسمع له وتسعى إلى الصلاة إذا ما أذن فيهم هذا العبد الحبشي. يعود جان بروا فيتحدث عن يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صار زعيم دولة، فيقول: والنبي بعد الهجرة ظل على بساطة الحياة والرغبة عن زخرف الدنيا وزينتها، راضيا بشظف العيش وخشونة الملبس والقلة في كل شيء، وكان جم التواضع، يتألف الأقوام على اختلاف نحلهم ومذاهبهم، يقظا فطنا خبيرا بمعرفة الطبائع البشرية المتباينة، قديرا على اكتساب شتى القلوب. إنه يحادث الجميع، وفيهم المسلم واليهودي والوثني والمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يحادثهم بذلاقة منطقه وقوة حجته وصدق لهجته، فيؤثر فيهم جميعا ويوحد ذات بينهم ويحكم ويعدل في أحكامه. النتيجة الأخيرة التي وصل إليها شكل المجتمع المدني يكتبها ناصر الدين ديني، فيقول: وهكذا بفضل فهمه للنفسية الإنسانية وبفضل سياسته البارعة توصل محمد إلى نتيجة عظيمة الخطر. لم يكد يدخل المدينة حتى كف الخزرج والأوس عن حروبهم الداخلية الدامية، كفوا عنها وكأنه قد مسهم بعصاه السحرية، فجعل من أهل المدينة إخوة وكانوا أحزابا متنافسة. يعود جان بروا فيتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صار زعيما، فيقول ويكرر ويؤكد: والنبي لم يرد بتأسيس دولة الإسلام الاستمتاع بالسلطان وبهجة الحياة وزينتها والغلبة والقهر والعدوان، وإنما يريد مملكة إنسانية يعبد فيها الله وحده، مع الاحتفاظ بحرية الرأي والعقيدة، ولا يشرك به شيئا من أشياء الكائنات المادية المعنوية، وتتساوى فيها الحقوق بين كل الأمم والشعوب، وتحفظ الحريات، ويتوفر طيب العيش للجميع.
ومن الأمور التي لفتت نظر المستشرقين في هذه الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم هي قدرته صلى الله عليه وسلم على إنشاء مجتمع عفيف، وكونه نجح في أمور أخفق فيها كل الآخرين، منها مسألة الصوم ومسألة الخمر ومسألة حجب النساء عن الرجال، يعني وجود تحفظ شديد في التعامل بين النساء والرجال. فممن انتبه إلى ذلك ألفونسو دي لامارتين، الأديب والسياسي والشاعر الفرنسي، يقول: لابد من القول إن المشرع الديني في جزيرة العرب قد فرض على رغبات بني قومه الحسية أقسى مظهري حرمان حسي يمكن فرضهما على البشر، اتقاء الإغراء في أنفسهم واتقاء أن تتوفر فرص الجرائم وارتكاب الرذائل، وهما حجز النساء عن مجتمع الرجال والإمساك عن شرب الخمر وكل شراب مختمر. فإن أحد هذين الأمرين القرآنيين يحفظ العفة بحجب الحس عن العينين، ويحفظ ثانيهما العقل بمنع الشفتين من السكر، والسكر هذيان الروح. وفي ذات هذا الإطار يتحدث أيضا ناصر الدين ديني في كتابه محمد رسول الله عن الخمر، فيقول: الخمر ذلك هو الداء الفتاك، وهو أحد الأمراض الاجتماعية الوبيلة في عصرنا الحاضر، على أن محمدا هو الشخص الوحيد الذي أحس بالأثر السيء الشديد للخمر في النفوس، فحاربه حتى حرمه تحريما تاما، وقد فاز في ذلك فوزا كبيرا. وفي كتاب ديني هذا كان يقول أنه يعني لم يجرؤ أحد على أن يحرم الخمر لشدة سطوتها على النفوس إلا تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يقول: يعني سنرى ما الذي ستصل إليه. طبعا هو لم يعرف أنه يعني تقريبا كان يكتب الكتاب في هذا الوقت، ولم يعرف أنه هذه التجربة التي ابتدأها الأمريكان في أواخر العشرينات من القرن الماضي انتهت إلى فشل ذريع، وطبعا الخمر الآن متاحة في كل بلاد العالم تقريبا. فهذا هو شكل الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم كما رصدها هؤلاء المؤرخون غير المسلمين الفرنسيون. فلذلك كل تخويف من الحكم الإسلامي ومن الدولة الإسلامية هو في حقيقته نوع من التزييف، لأن الذي يريد أن يقيم دولة الإسلام إنما يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المثال هو المثال الذي يريد أن يصل إليه، وهو كما رأيتم من خلال كلام غير المسلمين مثال لم تصل إليه حتى الدول المعاصرة. في الحلقة القادمة إن شاء الله نرى المتاعب التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبداية الجهاد العسكري، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.